عقدت وزيرة التربية نورية بن غبريت ندوة صحفية بمقر الوزارة تمهيدا للندوة الوطنية المزمع انعقادها في 25 و26 من جويلية، مشيرة إلى سببين رئيسيين دفعها إلى عقد هذه الندوة في هذه الفترة، ويتمثل في كل من تخرج أول دفعة من تلاميذ الإصلاح التربوي وضرورة تقييم توصيات القطاع. هجز لي لفرصدة التالي. لماذا قمنا اليوم بتنظيم ندوة وطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة؟ قمنا بذلك لسببين. أولا، لأن هذه السنة تشهد تخرج أول دفعة من تلاميذ الإصلاح من 2003 إلى 2015. ثانيا، لأننا نرى أنه من الضروري عقد ندوة وطنية تلخص فيها توصيات عمليتين تقييم التي أجراهما القطاع